أنا باخذ جدر الشوربة بنقله إلى مكان ثاني عشان يبين معاكم. ممكن أحط العيش هذا هني وأحط وهذا تخلينا إيه بالضبط، لأني وايد تحرقت في قناة الشاهد. أوكي هني يبين عندكم إن شاء الله. خل أغير هذه الخشب أحسن. شوفوا بس يصفر أبتدي أحط عاد كل بهاراتي. بهارات عبارة عن بابريكا، وإذا تحبون الفلفل الحار ممكن تحطونه، 3 قفاش صغيرة بابريكا، قفشة كركم، قفشة فلفل أسود، فلفل أسود، وقفشة ملح أو قفشتين ملح. وعندكم الكمون قفشة. كل البهارات، كل البهارات يعني الحلوة نحطها. اللي تحسين انها حق الدياي نكهة، تعطي نكهة، مو بس نكهة، انها توالم الدياي، لان انا بحط دياي. فالحين بالوقت هذا بحط الدياي واخليه لين يتشقر. الا ما يتشقر مو محمد؟ خلينا نشوف سلطتك. بتحطين اول شيء شو اسمه الشكر؟ لا ابي اوخره اخر شيء الشكر. إيه؟ اخر شيء يلا نخليه مني، نخليه مني. اسفه انا هني دياي نخليه يبي لون. على ما تخلطين السلطه عندك يكون انا خالصه. عندي سلطه الفلافل عباره عن بقدونس كوب وخيار. طبعا الخيار انا ما اقشر علشان لان الفايده داخل القشره. وعندي الطماط، والطماط طبعا شايله بذوره. وعندي الجزر كوب، وعندي فلفل الاخضر، وعندي الخس. هذه عندي مقاديرها. اي اطالع الصلصه مالتها عباره عن علبه من الحمص المطحون. تبين عاد انت تطحنينه ولا تبينه جاهز على راحتك؟ تبين تخلطين الحين؟ الحين ابي اخلط اول هذول بعدين اخلط الصلصه. اوكي اجيب لك باديه تخلطين فيها؟ باديه اي، الباديه كاهيه هذه اخلطها فيها وبعدين احط فيها. بتخلطينها ايه؟ بعدين ايه؟ تقطين ايه؟ هذا. وبعدين طبعا عندي الفلافل حوالي كوبين، اخلطهم هذول كلهم مع بعض. والصلصه عباره عن قلنا علبه من الحمص وعلبه من اللبنه وليمون وزيت زيتون، وازينها عندي في البقسماط. اي ابتدي اول شيء احط الخس. الخس انا طبعا مقطعته كبار كبار، واحنا قلنا خاصه السلطه كل شيء قطعوا كبار كبار على اساس انه الفايده ما تروح عنها. اي البقدونس هم بعد ما لها قياس، دائما السلطه ما لها قياس، بس شنو الاكثر؟ الخس. اي صح؟ اي عندي هم بعد الطماط، والطماط هم بعد اني انا اشيل بذرتها، والبذور اللي فيها طبعا ما اقطها. ايه؟ استعملها حق شنو؟ حق الدقوس. عندي قلنا الخيار. ايه؟ الخيار ما اقشره على اساس ان الفايده في القشره، القيمه الغذائيه في قشرتنا. بس اللي يحب يقشره على راحته كيفه. اي احنا نحط الاساسي وهم على راحتهم. ايه بعدين عندي الجزر بعد احطها. ما حنقول عليه تمام. عندنا ابو قال لنا الفلافل والفلفل الاخضر وياه بعد معه. اي اوكي تبين قفشة عودة تخلطين فيها؟ هذه كاهية الشوكة موجودة الله يسهل العافية. اوكي وابتدي الحين احط شنو؟ احط الفلافل انا طحنته، ولما تبين تطحنينه تخلينه لما يصير بارد، لان اذا طحنتي وهو حار يصير لين عندك. هذه الكوبين. بعدين اخلطهم كلهم مع بعض على ما اسوي عندي الكريمه. والكريمه هم بحط منها مع السلطة، نصها مع السلطة، وعندي النص الثاني أقطي فيها
الفلافل. أبي أخلط الحين أم أحمد قلاصة ولا عليك أمر إن شاء الله خالي؟ إيه عشان أبي أحط ال تفضلي. أي أبت لا لا مالت العلبة هاي كاهي قلاصة ما أدري وين كاهي. إيه كاهي أوكي تفضلي. هاي الحين أخلطها أخلط عندي اللبنة هذه لبنة كوب لبنة إيه كوب كوب من اللبنة أو علبة علبة العلب مختلفة إيه الصغيرة أصغر شيء أصغر شيء كوب اللي أصغر شيء إيه؟ أصغر شيء كوب 250 جرام يعني كوب إيه؟ ويا حمص أي أبتدي الحمص طبعا الحمص إحنا أهالينا أول كانوا يسوون فيها ام احمد كانوا ينقعون من الليل ويحطون عليه اشنان انزين ويقعدون ليه ثاني يوم أيه. ليه ثاني يوم تشوفينه انه طبعا استوى ويطبخونه ما كانوا يحطون بكمبودر لا ماكو بكمبودر كانوا يحطون اشنان كانوا يسوون أيه. يحطون اشنان أيه اي الحين احط ملعقتين من زيت الزيتون هذه واحدة هذه ثنتين وبعدين أحطهم بعد ليمون عصير ليمون إيه أعطي كلها أحلى 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 إيه؟ كلها كلها مو محمد أحلى كلها يلا يسلم راسك هاي دعاية حقت انزين وبعدين قليل من عندي خلي هذه لك هذه يعني لان الشوكه عندي وقليل من الملح واي اخلطهم كلهم مع بعض شفناها خلاص تجانست مع بعض اي احط شويه احط شويه على السلطه وبعدين ابتدي اخلطها مو محمد على ما تخلطين السلطه بس أي. احط الطبق الدور الثاني اللي انا بحطه عندنا الله يسلمكم عندي كوب من طبعا شوفوا شلون وين وصل المرحله اللي تشقر فيها لما تشقر فيها الدياي تحطون كوب من كوب من الملفوف الاحمر احنا ماشيين على هالالوان فعشان كذي انا اخترت الملفوف الاحمر كوب من الملفوف الاحمر وثلاث اكواب من الشمندر المقطع مع الدياي وحرك إلى أن تستوي طبعا نشوف أم محمد وين وصلت أبي أحط السلطة لأن أنا عندي معبوش بعد شوية وأبي أزينها الحين أي بال ابتدي احط عندي السلطه اخذينا شويه من الصلصه اي عشان تاخذ طعمها خلصتي من هذول كلهم؟ كلهم خلصت اشيلهم؟ اشيلهم يعطيك العافيه
هذا قاعد اقول عليك امر. اي الحين احط عليها شنو؟ احط عليها الصلصه. انا بذهب لي زيت زيتون عشان بسوي معبوج حق شغلي. وانا افضل اللي يبي يسوي الحمص لا يشتري جاهز. قولنا وابتدي عاد الحين احط عليها. يلا رايك ام محمد على ما تزينين سلطتك نطلع فاصل صغير شويه ونرجع مره ثانيه عشان انا اجهز بعد معبوش اللي بقدمه وياه. تخلص ام محمد تزيينها وانا تخلص حمستي ونرجع لكم مره ثانيه اسوي لكم المعبوش واقدم لكم اطباقنا كلها. ردينا من الفاصل. طبعا حمستي مثل ما تشوفون خلصت مش دياي وشمندر وملفوف احمر مع البهارات. بالنسبه حق شوربتي تقريبا خالصه اللي هي شوفوا لوين وصلت العينه انتفخت واخذت لون الشمندر والعيش اذا تشوفونه بعد خلص وصار مفلفل. راح ننشبه بعد شويه بس نشوف ام محمد خطوتها عشان بسوي لكم المعبود اللي نقدمه. تفضل ام محمد. في طريقتين حق الشكر. اي يا اما انك تحطين لها كذي تحطينها وتغمسينها كلها او زين او انك تذرين عليها اللي ما أنا يبي. انا عندي التغميس احلى. تغميسه احلى. لا خلينا على التغميس ام محمد. خلاص. خليك على التغميس واجيب لك الماعون اللي مذهبته انت عشان تحط تكملين عليه. هذا الماعون اللي مسويته ام محمد بتكمل عليه. اكمل عليه الجديد على ما انا اسوي لكم جسمه. طبعا انا عندي سويت زينه لكم اللي هو البطاطا الشيبس. والبطاطا الشيبس هذا كل بيت ما اعتقد بيت يخلى من هذه المبشره. هذه المبشره في كل مكان موجوده. هذه المبشره كل مكان تقدرين تغيرينها ضروسها تسوينها حلقات تبينها شرايح. فانا الشرايح هذه بحطها فوق العيش فوق الحشو بعد شويه. حاليا بحط الكريمه بحط الشوربه وبحط فوقها الكريمه على ما ام محمد تغمس شغلاتها ونشوفها. عندنا التغميس احسن وايد احلى. طبعا اذا بنحط دائما حرصوا انكم تحطون الشمندر مع شنو؟ مع القطع العينه اللي انا حطيتها. طبعا طعمها مايل للقبوط بس هي احلى. طبعا نحطها نحط الماي. عاد كل واحدة إذا تبي تسوي الأصابع تسميها. طبعاً تقدم مع الليمون. ليش؟ لأن الليمون دائماً يعطي طعم. إحنا ما نقدر نذوقها الحين لأن صايمين بس إذا فطرنا راح نذوقها. واللي يبي ليمون أو ملح يحط. عندكم السور كريم أو الكريمة الحامضة أو الروب ماكو إشكالية تحطونها عليها كل واحد عليه. والباقي نحطها داخل الشوربة. الحين بس أبي أوريكم شلون الجسمة ونقدم لكم أطباقنا شلون نسوي المعبوش. المعبوش عندي بي عندك أم محمد. تفضلي. المعبوش عندي عبارة عن زيت زيتون وفلفل الحار الشراق.